إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع وصباح الخير على الجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب، ونهاية أسبوع موفقة للجميع. أول شيء الإخوان هو دعانا للطفل البريء ريان، أجل الله فرجه وأعاده سالما غانما موصلا إلى أحضان أمه وأحضان أسرته. وتنشكر كذلك كل فرق الإنقاذ العاملة في هذه العملية ديال إخراج وإنقاذ الطفل ريان على قدم وساق واقفين مساكن خدامين، حسن الله ربي يقويهم ويعطيهم القوه باش ينهيوا هذه العمليه ديال الانقاذ ويتمكنوا باش يخرجوه حي سالم غانم ان شاء الله في الساعه في الدقائق او الثواني القادمه، لانه صراحه المساله طولت شيئا ما. نجيو للموضوع الاخوان ديال الفيديو اليوم. اليوم غادي نتكلموا على جوج المواضيع، الموضوع الاول فيما يخص الرحلات البحريه، الموضوع الثاني الرحلات الجويه. الرحلات البحرية الإخوان خبر صادم، خبر يعني سيء لمن كان مقبل على الرحلات في على الرحلات البحرية. الخبر الإخوان تيقول لي فرونتير ماريتيم دي ماروك ريستيرون فيرمي ابري لو 6 فيفري. غادي تقول لي لا سمير راك غلط، راهو خرج بلاغ حكومي بلاغ وزاري في بداية الأسبوع نهار الاثنين أو الثلاث أظن، تيقول بأنه عودة الرحلات البحرية وتم فعلا برمجة الرحلات البحرية والناس قطعوا، كاين اللي غادي يجي نهار الأربعاء، كاين اللي غادي يجي نهار 10. والدليل كذلك بتقول يا سمير راه الباح وزاره الصحه راه خرجت البطاقه الصحيه ديال الراكب في الباخره، واللي شاركنا معكم الباح وقلنا لكم الطريقه كيفاش تعمروها. ولكن الاخوه الخبر راهو اكيد، لانه عندنا البلاغ بين يدينا او كيف تشوفوا البلاغ ديال وزاره النقل المملكه المغربيه، وزاره النقل واللوجيستيك الرباط 4 جوج 2022، نوت غلاتيف او ترونسبور ماريتيم دي باساجي دو باساجي لوبجي برولونجمون دو لا سسبونسيون دي ترونسبور ماريتيم دو باساجي دون لو كادر دو لا لوت كونتر لا بروباغاسيون دو فيروس كوفيد 19 لي فرونتيير ماريتيم دي ماروك دو رويوم دو ماروك دمور فيرمي ابري لو 6 فيفريي ابري le 6 février pour le transport de passagers depuis et vers tous les ports marocains jusqu'à nouvel ordre. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules utilitaires, camions, ensembles routiers, fourgons et fourgonnettes destinés au transport professionnel de marchandises et de messagerie. خبر الاخوان تيقول يعني الموضوع تمجيد تعليق الرحلات البحريه لنقل المسافرين في اطار السياسه او الجهود لمحاربه تفشي وباء كوفيد 19. الحدود البحرية للمملكة المغربية ستظل مغلقة بعد تاريخ 6 فبراير في وجه رحلات نقل المسافرين من وإلى كل الموانئ المغربية إلى تاريخ لاحق سيتم الإعلان عليه لاحقا. هذا الإخوان هو البلاغ اللي خرج البارحة، البلاغ اللي تينفي وتيلغي البلاغ اللي خرج في بداية الأسبوع. كان وزير النقل بعد ما اجتمعوا وداروا الهيلاله ديالهم وتعصروا وتمصروا وخرجوا لنا ببلاغ ديال تيفتحوا الحدود وقالوا لنا سيروا قطعوا طلعوا تاكلوا الكرموس، ودابا تيقول لهم شكون اللي قال لكم نزلوا شكون اللي قال لكم تاكلوا الكرموس، هي ديال هاد الناس هادو. قالوا لهم سيروا راه فتحنا الحدود هاد التذاكر، الناس مشات قطعت مسكينه وبنات دارت برامج ديالها. تيخرج الباح وزير النقل ما كان عنده ما يدار، اظن البارحه او الملال قلت ما يدار اش نديروا اش ما نديروا، انا نديروا شي قرار اخر لهاد الناس هادو. القرار اللي داروا هو هذا، تيلغيو به القرار ديال الاسبوع تاع بدايه الاسبوع ديال فتح الحدود. دابا داروا قرار ديال فتح تمجيد الاغلاق ديال الحدود لانه ما كانتش مفتوحه اصلا، داروا الالغاء ديال هذاك البلاغ وقرروا انهم يمدوا الحدود مغلقه فوق 6، غادي تبقى مسدوده الى واحد التاريخ اللي باقي غادي يتم الاعلان عليه لاحقا. هذا خبر صادم للاخوان، لانه كان مجموعه من الاخوان تواصلوا معنا حجزوا في الباخره وكانوا فرحوا، وكنا استبشرنا خير للاخوه والاخوات المغاربه اللي كانوا يعلقوا والسياح اللي كانوا يعلقوا في المغرب بالسيارات ديالهم وكانوا تيتسناو هذا التاريخ هذا وهذه العمليه ديال فتح الحدود والرحلات البحريه باش يرجعوا لبلد الاقامه. ولكن قدره الله ما شاء فعل، والمسؤولين المغاربه مره اخرى تيبينوا على الكعب العالي ديالهم في مجال التسيير وحمايه وصيانه مصالح المواطن المغربي. هاد الشكل هذا تيبينوا بانه المواطن القمه ديال الاستهتار والاستهانه والاستحمار، عفوا الكلمه والمصطلح، استحمار المواطن المغربي. المواطن المغربي لا يساوي قطميره تمره عند المسؤولين المغاربه. المواطن المغربي في المساله الرياضيه يساوي صفر على الشمال، يعني لا قيمه له، منعدم اساسا لانه ما تيفكروش فيه. هاد الناس هادو المسؤولين، او عفوا مسؤول كلمه كبيره في حق هاد الناس هادو، لا مسؤولين، لا المسؤول هو واحد الشخص تحطو في تسيير امور ديال واحد مجموعه من الناس وتيدير حسن التسيير والتدبير ديال الامور ديالهم تتهم المصلحه وتيصارع المصالح ديالهم، بينما هاد الناس هادو ما همهم والو، همهم هو انهم يعني المقعد ديالهم او المنصب ديالهم يحتفظوا عليه. اما المواطن يضرب راسه مع الحيط، عجبو ما عجبوش ينتحر، هذا هو السياسه باش خدامين.
وحنا كبرنا في المغرب على واحد المثال تيقول لك 1000 ضربه 1000 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بلا مقص، بينما هاد المسيرين في المغرب ومن بينهم هاد وزير النقل ولا وزير الصحه قبل منه دايرين ديك السياسه قابطينها بالمقلوب، تيقول لك ضربه بلا مقص ولا تخميمه، يعني بلا ما تخمم لاش غتعذب براسك وتخمم طنط وراه درتي شي قرار ابو يهمه المواطن المغربي صدقات راهو تيقول لك اه الفضل يعود الى المسؤول او الى الوزير، ما صدقاتش تيقول لك المواطن المغربي ما كاينش يدوي عليه يضرب راسه مع الحيط وينفجر، ما عنده ما يزير ما عنده ما يسوقر. وهذه هي اللي تيديروا دابا. نهار الاثنين خرجنا بقرار حلينا الحدود سيروا قطعوا الباطوات، نهار الجمعه تفاجئنا تيقول لك اسيدي الباطوات ما تسدوا لنا وتنحاربوا كورونا، واش هادو تيحماقوا على الناس ولا تيضحكوا علينا؟ هذا هو اللي بغيت نفهم كيفاش هاد الطريقه هادي ديال التعامل ديال المسؤولين المغاربه. وصلنا لواحد الدرجه اللي صراحه ولينا خصنا نستعروا من الجنسيه ديالنا، لانه باش تقول مغربي المواطن المغربي هو المواطن الوحيد في العالم اللي عمره باش يدير برنامج ممنوع عليه يدير برنامج تحياته، هو معروف اي مواطن في العالم من حقه يدير برنامج على المدى الطويل كيف تنقولوا دائما، من حق من واجب الحكومه يكون عندها برنامج على المدى الطويل، ولكن هاد الناس عايشين ليله بليلتها. من حقي كمواطن انه نقول غدا اش غادي ندير وبعد غدا اش غادي ندير، والصيف ان شاء الله تنقولوا دائما بمشيئه الله ان شاء الله مقرر انني نمشي للمغرب في شهر 5 ان شاء الله، بينما مع هاد الناس هادو بهاد السياسات ديالهم خصك تعيش الدقيقه بدقيقتها، ما عندكش الحق تفكر حتى من هنا لساعه اش غادي دير، لان تيضربوا لي كلشي في زيرو هما بجره قلم، داكشي غادي على الطبع ديالهم كيفاش ديال المزاج ديالهم، فاق خايب راه تيخرج لك شي قرار خايب، فاق زوين تيدير لك شي قرار زوين، هادشي اللي عطى الله وصافي. المساله كيف قلت لكم المواطن المغربي هو الوحيد في العالم اللي خصو يبقى مكونيكتي مع انترنت مع المواقع الاعلاميه المغربيه، خصو يبقى مكونيكتي معاهم 24 ساعه الا بغى يعيش في امان، لانه الا غفلتي دقيقه تتنعس تتفيق تتلقى تبدل لك كلشي تضرب لك في الزيرو. الان غادي نجيو الاخوان هذا الخبر، الاخوان حاولوا تشاركوا هذا الفيديو هذا باش يوصل الخوت ديالنا، كاين اللي ما متابعش الاوضاع كاين اللي مقطع وكاين اللي باقي ما فراسو ما يتعاود، باش على الاقل نحضروا الاخوان ديالنا ما يحجزوش ما يضيعوش فلوسهم، لانه دابا غادي نبداو عاوتاني معاناه اخرى ديال كيفاش ندير اخويا باش نرد فلوس الباطو، كيفاش ندير اخويا باش ناجل تاريخ الرحله. نجيو دابا الموضوع الاخر اللي تيهم الرحلات الجويه. الرحلات الجويه الاخوان غادي ندير واحد التحذير، انا في سبيل التحذير وسبيل النصيحه، اللي بغى ياخذ به ياخذ به، ما باغيش شي واحد يتناقش معايا ولا يقول لي علاش ولا هذا هي تخمين ديالي، انا انسان بليد فقط هذا الصباح بانت ليا في هذه الجمله هذه وبغيت نحضر الاخوان ديالي، لانه شروط غير واضحه بالنسبه للناس اللي بغوا يخرجوا من المغرب. الناس الاخوان اللي باغيين يمشيو مقبلين، هذه نصيحه لابناء الجاليه وافراد الجاليه او السياح اللي عنده شي سائح صاحبو باغي يمشي للمغرب، يحضروا لي وجه الله يدي فيه حسنه. بين ما يخرجوا لنا المسؤولين المغاربه يوضحوا لنا هذا البند هذا، راهو المساله خطيره الاخوان. شروط الخروج من المغرب تيقول لك تيعلموا الزبناء الكرام، هذه الزبناء الكرام فاش تبو بنادم يخلص. الشرط الاول هو تقديم عند التسجيل جواز تلقيح ساري مفعول يؤكد استلام الجرعه الثالثه او جرعتين باقي ما دازش عليهم 4 شهور. هذا الاخوان بالنسبه للمسافرين، يعني شروط الخروج من المغرب، ما هاد الناس ما دارولناش واش الشروط على المقيمين في المغرب او على جميع، مادام انه كاين شروط الخروج تتبقى عامه 100% شامله كلشي الناس اللي بغاو يخرجوا، بينما الا كان شي تحديد او تفصيل غادي يكونوا داروه، مادام باقي ما داروش لنا هاد التفصيل هذا ما عندش الانسان ما يديرش الثقه في هاد الناس هادو، لانه ابناء الجاليه الا مشيتي دابا وعندك جواز التلقيح ديالك فيه 3 شهور وقعدتي تما اكثر من شهر لسبب ما، يقدروا فاش تكون خارج يقول لك اجي اخويا راه كاتبين لك حنا قلنا عليك انت اللي ما فهمتيش، حنا خرجنا عليك في الموقع ديالنا وكبند انه الخروج من المغرب يجب ان تقدم جواز التلقيح ما يتجاوز 4 شهور، وتولي ضحيه ديال البيروقراطيه المغربيه ديال البروتوكول الصحي المغربي. سؤالنا كذلك الى المسؤولين والادمغه المغاربه المغربيين المسؤولين المغاربه اللي تنزلوا هذه القوانين وهذه القيود وهذه الشروط وهذا البروتوكول الصحي، كتبوه بعد ما قعدوا تتعصروا لنا وتمصروا لنا جوج سيمانات، والله انا كون جبت دجاجه كون جبتي دجاجه وحطيتي لها رجليها في المداد وطلقتيها تجري تتكتب حسن من هذه الشروط هادو، لانه هادو شروط مكتوبه بالرجلين ماشي باليد، لانه ماشي بالعقل ماشي بنادم. قولوا لنا اشنا هو الوضع
علاش ما تكتبوش بيس بسيط العبارة كيف كتبتو تحديد شروط الخروج من المغرب اعتبارا من 7 فبراير 2022، علاش ما تكتبو شروط دخول العالقين خارج المغرب، الناس المقيمين بالمغرب، القاطنين بالمغرب وغادروا المغرب قبل إغلاق الحدود، الآن يسمح لهم بالعودة بتقديم تحليل PCR لا تتجاوز 48 أو 72 ساعة، وسيتم إخضاعهم إلى حجر صحي منزلي. واش صعيب عليكم تكتبوا هذه الجمل هذه؟ ثقيله عليكم قولوا لنا حنا نكتبوها. علاش ما تكونوش واضحين مع الناس؟ علاش ما تقولوا كذلك شروط الخروج من المغرب بالنسبه للاخوان المقيمين بالخارج او السياح الذين تم علقوا بالمغرب في الفتره الماضيه لما كانت الحدود مغلقه لخروجهم ومغادرتهم التراب الوطني المغربي، يكفي ان يقدموا تحليل PCR مع بدون مراعاة الجواز التلقيح ديالهم لأنه تم انقضاء المدة ديال الصلاحية ديالو أثناء البقاء ديالهم في المغرب بسبب الإجراءات الارتجالية اللي دارت الحكومة المغربية. والصعيب عليكم تكتبوا بحال هادشي باش تفهموا الناس وكل الأمر واضح بالنسبة لهم. والصعيب عليكم تكتبوا شرط ديال الناس الذين عندهم شهادة ديال الإعفاء من كوفيد، كيفاش غادي تتعاملوا معاهم؟ واش عندكم شي صعوبه باش تكتبوا جمله مفيده باللغه العربيه تقول الوضع ديال الاخوان الذين اصيبوا بكوفيد وتعافوا اشنا هو الوضع ديالهم من الاعراب؟ نتوما مجموعه من الخبراء والادمغه، ولكن والله ما العقول ديالكم كاملين ما تيوزنوا عقل طفل يبلغ من العمر سنه واحده. الدجاجه عندها العقل عليكم، ما عادش فين غادي نبهد البهلانه ديالكم وهذا الخبط يمين وشمال. البلاغات ديالكم كلها تفتقد يعني الشفافيه والوضوح، قراراتكم كلها كذلك. علاش ما تخرجوا لنا بوثيقه لا غبار عليها واضحه وضوح الشمس انه الانسان تيربط بناء على الشروط والقيود اللي تتحطوا تيربط حياته ديالو؟ واش نتوما باغين دائما المواطن يبقى دائما معلق ما بين السماء والارض؟ بغيتو المواطن المغربي دائما تعيش على اعصابه؟ بغيتو المواطن المغربي دائما تعيش الشك والرهبه والخوف؟ راه هادشي راه كثير، راه بزاف، راه بزاف، راه بزاف. خذوا امثله من الناس العالم كامل، اختاروا اي دوله، ما نقول لكم شوفوا دول العالم متقدمه، اختاروا اي دوله مع احترام الافريقيه واسيا دول شرق اسيا، اختاروا اي دوله، اي مسؤول فيكم يدير صبعو بحال هكا ويحطها في الخريطه، اي دوله يجي بقى افقر دوله في العالم، البنغلاديش ولا نيامار ولا شي دوله اللي بالمقارنه مع المغرب مع احترامي لهاد الناس هادو يعني يعتبرون في الحضيض، ما دايرينش هاد الاختيار هاد الشروط وما تيديروش هاد الطريقه في التعامل. حنا مقابلين، حنا عندنا حتى السياسات الاخيره ديالكم شنو هو تديروا بها؟ كونوا واضحين. وبقى يومين، تذكروا بانه باقي يومين، حنا اليوم 5 فبراير والرحلات غادي تبدا نهار 7 فبراير، كاين الاخوه اللي عندهم الانطلاق ديال الرحلات ديالهم نهار 6 مع 10 الليل، غادي يوصلوا مع 5 الصباح المغرب وباقي ما عرفش راسو من رجليه. فكروا في هاد الناس، راه عانوا بزاف، خليتهم حاصلين بزاف مده طويله. بغينا نعرفوا الوضع ديال الناس اللي خرجوا ما ملقحينش، خرجوا بالتحليله، اشنو هو الوضع ديالهم؟ كونوا واضحين مع هاد الناس هادو باش يرجعوا الى بلدهم بسرعه وفي امان، وكونوا واضحين مع افراد الجاليه اللي نتمنى افراد الجاليه ولو مره وحده يتخذوا موقف موحد وما يمشيوش. قعدوا في بلاداتكم، قنطوا، سيروا تفجوا في بلاصه اخرى اللي واضحه الشروط ديالها. تتقول لك جيب PCR ودخل، تتجيب PCR وتدخل. المغرب تيقول لك جيب PCR دخل، تدخل، تيقول لك والله لا خرجتي وما درتي جواز اللقاح، يلاه وضرب راسك مع الحيط وتولي تتبكي وتتعاني. الانسان راه وصل الوقت اللي خص الانسان يستافد من دروس الماضي، ما نبقاوش غاديين هكاك. اذا الاخوان نداء وتحذير، ردوا البال، الناس اللي بغاو يمشيو للمغرب ردوا البال من البوند الاول ديال تقديم عند التسجيل تقديم جواز تلقيح ساري مفعول، لانه القضيه غامضه. تيقول لك هما شروط الخروج من المغرب مفتوحه على 100%، يعني ما كاينش فيها تفصيل او تحديد او تقييد بعض الفئات. هذا هو اللي كان الفيديو في هذا الاخوان، نتمنى لكم يوم طيب، نهايه اسبوع موفقه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.